قد أختلف معك ومعك ومعك، ولكنني مستعد أن أقدم روحي فداء حتى تقول كلمتك. وإن كان لي من ملاحظة على التسيير فأقول لأخي: أتركهم يقولون، فإن قالوا سمعنا، وبعد القول ينظر إليه، وبعد النظر نأخذ مما نرتضيه ونترك ما لا نرتضيه. وعلى كل حال، فأعمال العقلاء مصانعة للعبث. نحن جميعا طلبة، تجمعنا هذه المدرجات وحرم الجامعة، ويجمعنا مقصود طلب العلم، ويجمعنا مقصود خدمة هذا البلاد. كل ينظر إلى كيفية خدمتها من خلال إيديولوجيته ومرجعيته، لكن أبدا هذا لا يفسد للود قضية. فهنالك ملفات مشتركة بيننا ومصالح مشتركة بيننا، فعلينا أن نتعاون جميعا من أجل بلورتها والدفاع عنها، حتى لا يستعمل بعضنا من قبل من هم خارج أطر الجامعة لتحقيق بعض الأمور التي لا تمت بصلة إلى مصالح الطلبة. وهذا إنما يدخل في صميم توعية الطالب لما يراد له. فنريدكم كما تقولون حركة منظمة، كيف تسميوها؟ لا مش المنظمة الأولى، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، اللي كنت أنا ننظم فيه في الجامعة في 79، كنت عاد ما زدتوش 1979. ومنين كنا نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا ينوضون الناس اللي كيسيروا يحاكمونا باش ما نقولش بسم الله الرحمن الرحيم. فهمتوا فين وصلنا احنا؟ كانوا الله أكبر كيقولوا له الله أصغر. أنا عشت في الوقيتة اللي كانت الجامعة تحت رحمة اليسار الأحمر، الذي يرى في هذا الإنسان المسلم وهو صاحب البلد صاحب الحق، كان يرى فيه دخيلا، وليس من حقه أن تعود الجامعة إلى أصلها. والعودة إلى الأصل أصل، وستبقى خريبقة والجامعات للإسلام في الإسلام. نحن جربنا جمال عبد الناصر كيف فعل للحركة الإسلامية وقمعها، وقال لا دين في السياسة. ورأينا الحبيب بورقيبة، ورأينا بن علي، ورأينا مبارك والسيسي، ورأينا كيف يتآمرون مع الصهاينة، مع الصهاينة لخدمة إسرائيل، ويقولون ينبغي ألا يصل سوء إلى إسرائيل، فإنما نحن في خدمتهم ونحن ضد هذه النصوص القديمة. وسمعت من الطلبة ما قاله السيسي، سمعته في المدرجات، كيف يدخل النار إنسان لا يؤمن بالله الذي خلقه وأكرمه وأعطاه العقل، كيف يدخل النار وقد ابتكر لنا ما صرنا نستفيد فيه من الدعوة. لقد ارتقيت مرتقا صعبا، من أنت لكي تقول هذا الكلام للذي خلقك؟ أتعرف أن المبتكرين الذين وضعوا أسس لابتكارهم أمة محمد حينما خرجت على أوروبا في عصر الظلمات؟ حينما أرسل شارلمان بنات قصره إلى هارون الرشيد برسالة يقول: سيدي أنا خديم الأعتاب، أريد أن تستقبل هذه الزمرة من القصر من الأميرات حتى تتعلم في جامعات دمشق وجامعات بغداد وطليطلة وإشبيلية في الأندلس. يا أبناء الأندلس، يا أبناء علماء الأندلس والمغرب. حتى كتب المنصفون جونكا: شمس الله تطلع على الغرب، لتعترف أنه لولا الخوارزمي ما عرفوا الرياضيات، ولولا ابن النفيس ما عرفوا الدورة الدموية، ولولا ابن سينا، ولولا الفارابي، ولولا العلماء الذين لا زالت شواهد كتبهم في مكتباتهم حينما عمدوا كما عمد المسلمون إلى
ما يسمى بترجمة الكتب، فكانت هي التي حررتهم من عقال الكنيسة التي كانت تقتل كوبرنيك وتقتل من قال بكروية الأرض. الكنيسة دين محرف يلغي العقل. ألا تفهموا أن هؤلاء تقدموا لما تركوا دينا يدعو إلى التخلف ويدعو إلى إلغاء العقل؟ أما الإسلام أول آية، اقرأ اقرأ. الإسلام فيه يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم. الفرق بيننا وبينهم أن طلب العلم دين، والدين طلب، والدين علم. ديننا علم مبني على أسس، كأنه مهندس وضعه. لا لا لا، قد غمضت حق الدين حينما قلت كأن مهندسا صممه. الله الذي يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. أقول للمخلوق، أنت الآن وأنا أسمعك أقول لك، أتستدرك على ربك؟ لماذا قلت إن أول ما يعينك على الاستقامة معرفة الله ومعرفة الإسلام؟ لا أناقشك في الفروع وفي النتائج، أناقشك في الأصل. أتعرف ربك؟ دلت مداخلتك أنك لا تعرفه، دلت مداخلتك أنك لا تعرفه، ودلت أجوبتك أن الجامعة مع طلبتنا المسلمين وحسرته انطلت عليهم شبه يدعو إليها الملحدون والشيوعيون. وهنالك الكثير من مواقع الأنترنت التي أصبحت سلعتها التي تروجها بين أبناء الجامعة التشكيك في ثوابت الدين. كنقرأ دائما هذا اللي كيقولوا، كنقرأ كيفاش الإنسان يختار يمشي لجهنم، وكيفاش هما علمانيين ونجحوا. من قال لك إن العلمان هم علمانيون؟ أنصت. هم علمانيون ونجحوا. أتدرون لماذا؟ لأنهم تركوا سبب التخلف المتمثل. أنت متخلف. أحل الله لك شيئا ينفعك لتتقدم، حرم عليك المخدرات حتى لا تهلك نفسك وتضيع الأمة. حرم الله عليك. أتريد أن تكون ضحية؟ أتريد أن تكون ضحية من يريد تقنين المخدرات؟ أتريد أن تستمع لمن يريد تقنين الدعارة؟ ألا تعرف أن الحكومة التي تتحدث عنها هنا وليس المكان؟ اجلس يا طالب العلم، اجلس اجلس اجلس. نحن هنا كلنا نتعلم. هذه الحكومة التي تتحدث عنها اختارها جزء من الشعب، والديمقراطية تقول اتركها وانقدها ولا ترضى بها وعاقبها في صناديق الاقتراع. حكم بيننا وبينكم الصناديق، وأطيحوا بها لأنها لم تخدمكم. أتعرفون من الذي يقف ضد الإسلام؟ الشيوعيون. منعتم لعن العميدة أو الكاتب، هو من ذاك التيار، وأنا معهم إلى يوم القيامة. لن أترك الجامعة. الجامعة شبابها مسلم، ويحزنني أن أسمع مثل هذا. هذا الذي اخترع الطائرة اخترعها بناء على تجارب متراكمة، عباس بن فرناس، حينما طار في العباسيين كان الغرب يقيم ندوات
حول موضوع المرأة، هل هي إنسان أم جن؟ أنت عبد للغرب، عبد للكافر، عبد للمشرك، عبد لمن لا يعرف الله، عبد يرتضي لنفسي أن يبيع امرأة في الصناديق. أنا ذهبت إلى أمريكا وذهبت إلى أوروبا شرقا غربا والتقيت المسؤولين الأوروبيين، لا يقولون كما تقول، لا يقولون، فأنت بوق لهم لا أرضاه لك. الله أعزك لكي تكون عبدا لله، وأنت تريد أن تكون عبدا لغيرك. المعادلة هي هذه، اسمع، أنت واحد من زوج، إما أن تسلم قيادك لقوة عاقلة خالقة عارفة، وإما أن تسلم قيادتك لبشر مثلك أو لهواك، فاختر. فنحن سلمنا لقوة عاقلة عالمة خلقتنا وخلقتنا أحرار وكرمتنا وجعلتنا خلفاء له في الأرض مستأمنين على شرعه، نحمل مشعل الهداية للناس، كنا ولازلنا خير أمة، نعبد الله لا نعبد الشهوات، ندعو إلى الله. قالها مولانا: أما أنت ارتضيت أن تكون مرجعيتك الكونية التي انبنت على أساس ما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة التي أنشأها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، وخمسة هم الذين لهم حق الفيتو، هذه هي المؤسسة العادلة. العالم يبغي حاجة وروسيا تديرها، روسيا نصرانية أرثوذكسية، أمريكا إنجلترا نصرانية بروتستانت، فرنسا نصرانية كاثوليكية، والصين أين أمة محمد؟ أين أمة محمد؟ أين أمة محمد؟ أين مليار و700 مليون؟ أمثالك هم الذين أخروا الأمة، أنت معول داخل جسد الأمة وأمثالك من اليساريين. حاججني، أتريد الآن وأنت عبد لهذه الكونية وسيادك يقولوا مرجعية الكونية أسمى من مرجعية الله؟ الله سبحان الله، أنتم أعلم يا من الله، ها؟ متى كانت كونية؟ هل شاركنا فيها نحن المسلمون؟ ما شاركنا. ثم متى كان البشر يشرع للبشر؟ البشر إذا شرع فيشرع لمصلحته ذاته، لا يمكن أن يفصلها عن الموضوع. أما الله إذا شرع فليس له مصلحة مع أحد من خلقه، لم يتخذ زوجة ولا أفحكم الجاهلية يبغون. ثم أنت مسلم، قلت الفهم بلي الله، الله يقول لك: إذا عرفتني أحببتني، وإذا أحببتني أطعتني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نحن أحببنا الله وأحببنا رسول الله وأحببنا الإسلام، لا نبغي به بديلا، نعيش ملتزما عليه مستقيما على أمره حتى نلقى الله تعالى، وليس هناك فلاح ولا نجاح بغيره. قد تقول قد نجحوا، وقلت لك نجحوا، قلت لك لم يفلحوا إن فهمت. ومن أمثالك اللي كنت أكرر لك، فهم ولا ما فهمش؟ فهم ولا ما فهمش؟ فهم ولا ما فهمش؟ لم تفهم. أين عقلك أيها الطالب؟ فرقت بين النجاح أن تنجح في الدنيا وأن تأتي بحضارة مادية شامخة. ادخل الآن إلى مدينة الضباب لندن وانظر إلى شوارعها، وانظر إلى مبتكرات الحضارة وهي منتوجها المادي، ولكن انظر إلى الجانب الأخلاقي للخسار والبوار، انظر إلى نسائها، انظر إلى العلاقة الاجتماعية. خذ من الغرب ما ينفعك، خذ الحكمة، خذ البحثة، خذ العلمة، خذ المختبرات، خذ التقنية، خذ الجد، خذ
ما يسمى بمعرفة كيفية إدارة الحوار. خذ التعاون، مختلفين ومع ذلك مجتمعين، فرقت بينهم اللغات والديانات، لكن عقولهم تقول إذا افترقنا لا نتقدم، وجب علينا أن نضع خلافاتنا وراء ظهورنا، فوضعوها واجتمعوا وأزالوا ما يسمى بالحدود، وأنشأوا الاتحاد الأوروبي والعملة الواحدة والاقتصاد الموحد، وها هم الآن يطرقون أبوابنا. أما نحن، لماذا نلوم الآخرين؟ هل ديننا هو السبب؟ أخشى أن تقول ذلك، فلقد تقدم أجدادنا بالدين، ولقد كان أمير المؤمنين الذي يكذب عليه كثيرا هارون الرشيد، الذي بغمزة من عينه يحكم بين الخليج والمحيط، يقول لسحابة تمر في السماء: أمطري أم لم تمطري، أينما أمطرت سيصلني خراجك. أمة منتشرة حققت العدل، عاش اليهود تحت رحمتها والنصارى تحت رحمتها، ولم يحتكروا العلم الذي تعلموا، بذلوه لله لأنهم كانوا خدمة للناس. أما الغرب يقول لك: لا، إذا اختار المسلمون الحركة التي مرجعية الإسلام واختارها الشعب، ما بقاش ديمقراطية. ديمقراطية كما قال أوباما، المرسي قال له في التليفون: اسمع يا مرسي، لا تغتر بما نقول في الإعلام، إياك أن تثق أننا نريد الديمقراطية عندكم، نريدها حينما توصلوا أبناءنا الذين يخدموننا العلمانيين، أما أنت إنه فوضع السماعة عليه. هي الديمقراطية التي يريدونها؟ ديمقراطية توصل من يرضون عنهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من قل إن هدى الله هو الهدى، وها أنا أقولها رب اليوم الجمعة: هدى الله هو الهدى، ولو اجتمع الخلق كلهم وسينتصر الهدى. مشكلتكم أيها اليسار لم تعرفوا أصول العلمانية التي بها تعتنقون، ولا الأهداف المخططة وتعملون من أجلها لصالحهم. والمشكلة الأخرى والأكبر أنكم لا تعرفون الإسلام الذي يدين به أبناؤكم. حتى الإسلام أردتم أن تعرفوه عن طريق أسيادكم في الغرب. أتظن أن أسيادك الذين يحاربون دينك سيقولون لك أن الإسلام هذا دين حضاري، دين علم، دين إنتاج؟ أتعرف من الذي حال بيننا وبين السلاح النووي؟ هم ينتمون إلى النادي النووي ويسمحون لإيران، لأن إيران شيعية هي خنجر في وسط الأمة، يسمحون لها ويتفقون معي ضد الأمة. لماذا لا يسمح للأمة الإسلامية أن تمتلك القنبلة النووية؟ لأنهم لا يريدونها أن ترضعهم، ياك؟ لا يسمحون لهؤلاء العلماء المكتشفين الذين لا يجدون البيئة العلمية حتى يستثمروا خبراتهم فيفرون هناك، إما أن يقبلوا أن يعملوا عندهم، لا يسمح لهم أن تبنى هنا بناء علمية. هل العقل الإسلامي أقل ذكاء؟ من قال ذلك فهو لا يعرف حكمة الله في الخلق. إلا الذي يشرف على وصول الآن هذا الأسبار، هذا الأخير ونزل، من الذي أشرف على العملية؟ شكون في ناسا؟ شكون هو؟ ما تعرفوش؟ شكون هو الود غيري؟ شكون هو الود غيري؟ مغربي. شكون اللي قال هكذا والعالم يستمع؟ الآن لأول مرة يشهد المسبار نزولا صحيحا لكوكب كذا. من صاحب الصوت الذي يشرف على أكبر تجربة علمية في عصرنا؟ الود غيري، مغربي، ود غيري. تحقر راسك على حقاش انت يا فاقد الشيء لا يعطيه، انت يا راك لاهلي معاه ما نعطى معاه، هاك لاهلي روزا لوكسمبورغ الثورة نرى ضجيجا ولا نرى طحينا.
ثم تقول لي أنت قد تخليت عن قضايا الأمة. أتحداك إن كنت تتصفح الآن موقعي. تحدثت عن موازين، وتحدثت عن مفاتيح، وتحدثت عن زيد، عن زيد. أنا أسألك الآن أي مسألة تاع الوطن نقول لك، غادي نقول لك تحدثت فيها، فلماذا تزايد يا أخي؟ وها أنا أطمئنك، أنا ضد موازين إلى يوم القيامة. وها أنا أطمئنك، أنا ضد رفس وركل الأساتذة والطلبة إلى يوم القيامة. أنا مع سياسة لخلق مشروعات كبيرة تستوعب الخريجين، ويسمحوا للخريجين، وليس كل الخريجين يجب أن يشغلوا في الوظيفة العمومية. ثانيا يا وزير، وليس كل الخريجين يستطيعون ممارسة الوظيفة. زين يا وزيد أخوي، فأين مبادرات الخريجين؟ وأين عمل الخريجين؟ وأين ابتكارات الخريجين؟ إن أول آية الضعف أن يحاول الخريج دائما أن يعلق أخطاء الآخرين على مشجب الآخرين. ما دارناش أنت واسمو درت. أنا نعرف اللي كيجي الأول يمشي مباشرة. نعم كاين زبونية، نعم كاين محسوبية، من الذي يصلحها؟ من؟ كما تكون يولى عليكم. سقسي روحك أنت يا في الدار ديالك كدير التعامل. إلا أنت نعم سيدي ديمقراطي في الدار، يمكن غادي تدير ديمقراطية من دير الحزب. إلا أنت ديمقراطي في الحزب، ماشي من اللي تكون رئيس وأنت في الحزب حتى يجي ملك الموت يزورك. كيف تطالب الناس بأشياء أنت لا تفعلها؟ كيف؟ أنت يا ما عندك شاية الحق باش تتكلم بسمية الآخرين، لأن اللي تتكلم فيه ما عندكش أنت. أنت الحزب ديالك مرير، الحزب ديالك ديكتاتوري، الحزب ديالك ما يفكرش كاع في المشاكل تاع الناس، الحزب تاعك كيتكلم على من؟ القرآن يجب أن نجتهد فيه. ياك أسيدي راك كتقولوا باللي نعم أسيدي كل واحد خص يحترموا له التخصص. عمرو شفتوا شي مهندس يجي القزار اللي يبيع اللحم يتعدى له على الاختصاص يقول له لا لا، أغي الدين لي كلشي من هبة ودب، شيوعي حمر. ما قرش في القرآن يقولك لا إله والكون مادة، إن هي إلا سماء تدفع وأرض تبلع وما يهلك إلا الدهر. ما كان لا حساب لا عقاب، بحال ربي خلق هذا الشيء عبثا، بحال ميريكا اللي راك تقتل، قتلي وزيدي وروحوا تروحي. ما كان للي يحاسب، أفحاسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ اسمعش هذا الشيء هذا اللي تعملوا به انتم. أبو الفرساوكم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أنت راك تمشي على الصراط براسك، الراس فم وغادي. أنت راس قلبه، أنت قلبه كبا أفيق بالقلبة، أنت مقلوب مشقلب لم تفهم شيئا، وأرجو أن يدركك الله بفهم قبل الموت، فإنك مقلوب مشقلب، وأسأل الله أن يرد قلبتك لتقف كما يقف الناس ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. قالها ربي، ياك ما حسبلك أنا يقولك من يدخلوا النار نقولها لك. أنا عندي شي مفاتح، أنا بذات اللي كنقولك أنا غادي ندخل الجنة ولا النار مفاتح عند سيدي ربي، لكن نقولك سيدي ربي قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، شر من يدب على الأرض الذي يجحد الله ويكفر به. ولو اخترع، ثم إذا اخترع نال أجره في الدنيا، كي يبيع التياير ودى الفلوس وخلى البروفيل فرنسا والميريكان وراها تربح، ربحوا الدنيا اللي بغى الدنيا، من كان يريد حرث الدنيا نوتها منها. أدي مع راسك، أدي مع راسك.
والأخيرة روح الحطبة. أنا ربي اللي قال الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم. أنا ما نقول حتى حاجة إلا اللي قال ربي، لكن انتم يا كتقول الديمقراطية وما تبغوش تسمعونا احنا من نقول قال الله قال رسول الله. أقسم بالله الذي فطر السماوات والأرض لأظلن في الجامعة أقول قال الله وقال رسول الله. سبحان الله، ينشرحون حينما يقولون قال فلان، قال يساري، قال وكيدي قال الله قال رسول الله، ينقبضون. قال سيدي ربي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قال تعالى في سورة الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الجواب الأخير كي نديروا باش نستقموا؟ صوب روحك مع من؟ مع ربك، مع نبيك، مع إسلامك. كي ندير؟ تعلم، قرأ، أعطاك ربي العقل، أعطاك ربي العقل. كي ندير نثبت والفساد، والفساد بزاف. يعطيك الله الأجر على قدر المشقة، كلما وجدت المشقة كلما أعطاك الله الأجر على مزقك. ياك ما حسبتش الجنة سهلة. اصبر واثبت فإنها غلقت الأبواب. سيدته قالت هيت لك وهو شاب غير متزوج. قال معاذ الله، أدعوك أخي في جامعة أن تسمع كلامي ولا أطلب منك أن تعتنقه، ولو كنت أحب لك ما أحب لنفسي أن تعتنق وتنخرط معي في مشروع الإسلام فنجتمع من جديد فنعيد للأمة عزتها، ووالله إن عزتها لآتية وأكاد أرمقها من بعد. أحب من حب وكره من كره. وإذا أردت الدليل فاسمع إلى دليلين من الكتاب ومن السنة مما قال الله وقال النبي. الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، رفع الله قدركم، وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله. الحمد لله.